يا خويا والله ملي دخلت ما صرات لي حاجه، دخلت بالقدر وقلتها ونعاودها. راني نمشي في شوف من حتى القصبه الباب الناس تسلم عليا واحد. شوف انا من من يعني ملي فونكسيونير ديطا ملي سيرفيس دو سيكور واحد ما جا قاصني بكلمه. انا نقول حاجه شهاده اللي شفتها انا، انا دخلت الجزائر، دخلت يوم 7 اكتوبر الحمد لله، واحد ما تعرض لي لا في المطار لا في الطريق لا في الحي اللي نسكن فيه. راني معاك هنا في العاصمه، راني رايح بلاد قبيل طريق وحدي، رايح دوف في الجبل واحد ما هضر معايا. يعني انا نقول الناس اللي جاتهم الفرصه انهم يعودوا للوطن تاعهم هذا ماهوش عيب. راك تجي للجزائر، رانا على ارض الجزائر، ما راناش في تل ابيب. اليوم مدير قناه، وانا نجبد الاسماء وانت الا ما عندكمش حرج، قناه كانال 22 سي عبد الغني مهدي اللي عرض فرحات مهني القناه وحاب يباناليزيه، وانا جي انسيستي بيرسونيلمون في مونتري، قلت له بالك تعرضوا بالك تعرضوا، قلت له هذه الهضره ويهضرها لك واحد قبايلي انت سطايفي، اسمحوا لي نهضر بهذه اللغه. وعرضوا هذاك اليوم راهم دايرينه بطل من ابطال الحراك. عبد الغني مهدي زار تل ابيب، انا الحمد لله ما جيتش تل ابيب، جيت الجزائر. انا والله العظيم قلت لهم ونقدم هذه الرساله لكاع الناس، نقدر نقول لك 99% ما نزيدش، يعني 99% ما نقدرش نقول لك فاصل صفر كذا، 99% حابين يدخلوا الارض الوطن، حابين يدخلوا. ناس ما شاركتش في الدماء، ما لا القتل لا السرقه لا والو، داروا سياسه يدخل البلاد. والجزائر دركا يترحب بولادها نورمال، دخلوا بزاف. ها حقيقه لمستها انه تعليمات سيد رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون اللي كانت جسدت من خلال الرجال الصاهرين على تنفيذ هذه التعليمات اللي تقول يد مفتوحه واليد ممدوده. حقيقه انا وجدت منذ دخولي الى ارض الوطن انه اليد مفتوحه، كل التسهيلات لقيتها،